والدفاع المنظم في الزحمه. ادي الباص الامامي ماجد محمد عامل عمق هجومي والدفاع تدخل ماجد تاني من جديد انقاذ دفاع المنتخب العماني في وقت مناسب. الريتم بقى اسرع، الرغبه كبيره، فرصه خلفان، فرصه تاني، فرصه تاني، فرصه تاني، عملها الاسمراني تاني تاني تاني، عملها الاسمراني، نجح النجم الكبير. اسماعيل علي الى حسين بابا اللاعب الدولي البحريني، تعود الكره مره ثانيه لمصلحه حسين بابا. سلمان مصبح الذي يفتقد لمجهودات شقيقه اليوم في الجهه اليمنى. عبد الرحمن سقوط الثاني فيليبي، اوه هي على لعبة شبيهة ليها تماما. من هنا كانت البداية وهنا كان الهدف الجميل. شوف اللقطة كانت عاملة ازاي، شوف إمرسون والضغط اللي عمله في اللقطة الأخيرة. عشان كده بنقول الهجوم بيبدأ، الدفاع بيبدأ من المهاجمين، ليس فقط بل تقدم واخترق وانطلق وسجل النجم الكبير كما سجل العام الماضي 18 هدف لنادي السد، ولكن هو يلقي بكلمة الإفتاح. واحد تعادل لا شك يعني يهمنا هذا التعادل، يعني البعض يقول يعني التعادل يهمنا، لان يهمنا طبعا يعني هو ما يبقاش له الدور الاكبر، لان معنى ان هو يبقى له الدور الاكبر معناها ان احنا العمل. ادي امامنا اللاعب اوكوبو، ادي امامنا اوكوبو تجربه في اسبانيا، كان مع ريال مايوركا في موسم 2005 2006.